أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Today, inshallah, we are learning the prayer of Prophet Musa, peace be upon him, from the Holy Quran, chapter 20, verse 24 to 28. So let's start, inshallah. You can easily stare at the translation into the English, and I can read the Arabic part. So let's move up. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اذهب إلى فرعون إنه طغى. قال رب شرح لي صدري. ويسر لي أمري. واحلل عقدة من لساني. يفقه قولي. اذهب إلى فرعون إنه طغى. قال رب شرح لي صدري. The prayer starts from here, Rabbi, and ends all the way to here, قولي. Now, let's read one more time. اذهب إلى فرعون إنه طغى. قال رب شرح لي صدري. رب شرح لي صدري. رب شرح لي صدري. ويسر لي أمري. ويسر لي أمري. واحلل عقدة من لساني. واحلل عقدة من لساني. يفقه قولي. يفقه قولي. صدق الله العظيم. جزاكم الله خيرا. That's my YouTube, inshallah, you can easily subscribe it and learn the deen of Allah day after day in your 6767. جزاكم الله خيرا. مع السلامة.